اللي احنا كسبنا فيها فرقه افريقيا سبورت، كسبناها اتعادلنا هناك 1-1 وجينا كسبنا هنا 1-0. ايوه حتى دي كانت اقرب حاجه. طبعا ده اقرب حاجه برضو. وبطوله افريقيه برضو. قول الو. الو يا نجم النجوم. ايوه ايه قول كمل. ما ده كمل، ده المفروض تعرف على طول. مين؟ مش هقول لك يا كابتن. كمل. مش هقدر اقول يعني نجم النجوم ديت واحد متردد على طول. نجم النجوم دي متردد اللي مرن ولادك الاثنين. لا ده في كتير مرن ولادي الاثنين. كابتن مرحت طه مرن ولادي الاثنين غير مدحت طه اللي كان مقتنع بإيهاب قوي ده مين؟ مين؟ انت بالكوا كتير ما اتكلمتوش يا كابتن وليد. يا عم وليد انت نايم يا عم وليد. صوتك ماله يا عم وليد؟ لا انت لسه مخلص اصله في صوته. والله وليد انا عارف صوت وليد بقاله 3 ساعات. لا شكله انت اكلت وليد ولا لسه؟ لسه جاي من الاستوديو والله. لا ما كان لسه الاكل هيبتدي ولا لسه؟ لسه هنبتدي بقى نطلب. هيبتدي يبقى كده خلاص كده. ومش صوت وليد، صوت وليد بعد الاكل. وانت المفروض انت بالنسبه لك انت نايم كده. والله لا بس نمت شويه قبل ما اجي الاسلام. لا بس خلي بالك وليد ده من اللعيبه، والله مش بتكلم مش بجامله، لا لعيب وليد ده من اجمد لعيبه شفتها في حياتي والله. مش انا لا اللي يحس بيه اللي يلعب جنبه. خلي طبعا. بالك وخلي بالك انا وليد صلاح يمكن مش عارف فاكر الماتش ده ولا لا، لعبت معاه الفتره كلها لان انا كنت فعلا للنادي الاهلي. وليد صلاح في ماتش من الماتشات كسب كنت لسه في المنصوره 2-0. وليد يفتكر الماتش ده، هو اللي نزل جاب الجونين، نزل مكان طاهر ابو زيد. صح يا وليد؟ ايوه صح كابتن. كل ما كابتن طارق بيزيد في الملعب مش قلقان، اول ما نزله وليد قلت له خلي بالكوا انت معايا في المنتخب مش هيكسر الدنيا. ابو فعلا 2-0 للاهلي وليد. لا وليد لعيب من اللعيبه الموهوبه. هو جايبين لك الماتش اهو على ده. لا ده وانا معاه وليد بقى. ده الاهلي والمنصوره ده في نهايه الكاس. ده ماتش احنا كسبنا المنصوره في نهائي الكاس 3-1. وليد ده رقص مصر رقص. لا وليد بقول لك وليد انت بتتكلم على لعيب ده في الرجاء المغربي ده يا وليد صح؟ بطوله عربيه. بطوله عربيه ده فاكره انا ده. لا انت بتتكلم على لعيب يعني الظلم مع مدربين كتير. والله الظلم كتير في التمرين. ده وليد صلاح جه معانا في بطوله القارات في المكسيك كان ارفع مننا يعني من كتر ما بيحب التدريب والماتشات. وليد من اللعيبه اللي لو انت قعدت تتكلم عليه كتير والله بجد مش هتبان. مش هديله حق يا كابتن وليد. حبيبي يا كابتن اسلام تحياتي ليك. لا مش عارف اسلم عليك بالكلام الحلو بتاع اياد. لا والله ده حقيقه ده مش مجامله يا كابتن وليد. ربنا يخليك انت وحشنا يا اسلام كتير. ربنا يخليك يا كابتن ومتالق دايما. الله يخليك يا كابتن. وكابتن ياسر بقى انت رجلك عامله ايه يا ياسر؟ والله كويس اهو بس انا مش عايز اجري فرط الظلم دلوقتي، خليني مأجل شويه. ده بكره في شويه ظلم حلوين. انت تلعب مع الظلم ولا ضد الظلم بكره؟ انا بلعب ضد الظلم على طول. حتى وانت بتلعب برضه مظلوم خلي بالك. طب حتى لما كابتن احمد بكر بياخدك فرقته بتخسر. ده فين تلعبوا فين؟ فرقه الشمس عندنا. في النادي. كابتن احمد بكر فرقه الظلم معروفه والله. والله لازم تخسر ولا تنرفز. ما بيعجبوش ولا بيلعب مع كابتن بكر ولا هو بيلعب ضده. مش عاجبه ولا كده ولا كده. كابتن وليد يعني لعبتوا تقريبا 7-8 سنين مع بعض. 10 اعتقد او 10 سنين مع بعض. اكيد في مباريات تتذكرها بينك وبين الكابتن ياسر. لا ياسر يعني عشره عمر طويله. وبعدين ياسر كمان كان سابق بقى الجيل بتاعنا بكتير في فكره السرعه. يعني ياسر كان لعيب سريع جدا وما شاء الله جه عمل معانا طفره كبيره جدا مع النادي الاهلي. واللعيبه كلها كانت بتترعب منه الخصوم او المنافسين. وبعدين كنا لينا بقى تكات فنيه يعني كنت على طول انا اطمن جدا ان انا احط الكرة لياسر بنشن على الكورنر على رايه الكورنر. ايوه تحطها وتبقى مش قلقان من اي مكان في الملعب. اول ما تعدي نص الملعب تحط بطن رجلك تنشن على الرايه الركنيه وتلاقي ياسر بسرعه الصاروخ رايح لها ما شاء الله. عامل اسيست كتير جدا، عامل اهداف كتير قوي. دلوقتي عرفوا قيمه اللي بيعمل جون. زمان كان ايامنا يقول لك لا اللي يجيب جون. فيعني الكابتن حسام حسن ولا الكابتن محمد رمضان كانوا واخدين الصيت كله. لكن دلوقتي في العالم كله اللي حتى ممكن يباصي باصه عاديه
بيدوا له بوينت وسعره بيعلى وبيبقى مميز في العالم كله. فياسر ريان كان واحد من احسن اللعيبه اللي تروح على الخط وتعمل كرات عرضيه، وبيتهيألي كل المهاجمين استفادوا من مهارات ياسر ومن سرعته. كمان جانب السرعه كان مهاري. أيوه. ياسر كان على طول بيعمل الكنافه بتاعته دي ويرقص اي حد. انا عايز اقول لك ان هو يعني الشبيه للكابتن مصطفى عبده في جيل السبعينات. يعني كابتن مصطفى عبده كان سريع جدا وعمل اهداف كتير جدا، طبعا اغلبها للكابتن خطيب. ايوه. لكن ياسر ناحيه الشمال بنفس الفكره، يعني ياسر كمان مهاريا كان عالي جدا، لكن عمل اهداف كتير جدا واثر في تاريخ النادي الاهلي. واحد بصراحه من اساطير النادي الاهلي ياسر ريان، ما خدش حقه اعلاميا. مين دلوقتي في المجموعه اللي موجوده يا كابتن وليد وانت بتتفرج على كل مباريات الدوري شبيه بياسر ريان شويه؟ بص، صعبة. الكرة اختلفت، يعني دلوقتي حتى اللي عنده سرعة ممكن في حاجة في الكرة كابتن اسلام اسمها ايه؟ ممكن يبقى طمعان في الكرة شوية. أيوه. يعني كهربا سريع جدا ناحية الشمال ومهاري. بس كهربا يحب هو يروح يجيب جون. ويحب الكرة في رجله مش قدامه. يحب الكرة في رجله. في لعيب دايما كان بيبقى عنده انكار ذات. ما يبقاش في دماغه ان هو لازم هو اللي يجيبها. او يجبرك على انه لازم يخش جوه يعمل وانتو علشان هو اللي يفنشها. لكن دي متهيألي مش موجوده دلوقتي، قليله مش موجوده كتير. صح. يعني حتى محمد صلاح لما كان بيتمتع بالسرعه ولكن في كل المباريات اللي بتبقى فيها المساحات مقفوله ابتدى يطور مهارات، يعمل مهارات تانية. الكره اختلفت. الاول على ايامنا كان ممكن يبقى اتنين رأسي حربه، فبالتالي الدنيا مخنوقه في ال 18 والفرقه اللي قدامك بتلعب بخمسه، ففي جوه ال 18 مثلا خمس ست لعيبه. فانت علشان تعدي لازم تعمل اوفر او تعمل سرو للناس. فياسر ريان بصراحه واحد كان سابق جيله، واحد من احسن اللعيبه اللي جت في التسعينات. انا بشكرك كابتن وليد، شكرا جزيلا. بس هو وليد ما حكيناش برضه لما كنا بنروح نقعد عند كابتن شوبير. كابتن وليد انت مفكره؟ انا لسه بقول لك كابتن شوبير هو فين الحمام؟ قال لي بقى الحاج كنا بنسميه ايه؟ بنقول الحقنه، هناخد الحقنه. كنتوا بتلموا بعض على جنب وتاخدوا الحقنه بيقول. ناخد انا ووليد، ما احنا ما كناش بنلعب بس نقول نستحمل الحقنه عشان هناكل بعد الله. ده ايه موضوع الحقنه ده؟ ما احنا كابتن شوبير بيقعد يأنب فينا. فاكر كلمتين في العض فين؟ كلمتين في العظم. ما احنا اسمها كلمتين في العظم. وبعدها اهم حاجه عشان ناكل الحمام بقى والمشوي. استحمل عشان ناكل الحمام والمشوي والحاجات. والله بس احنا كنا كابتن اسلام قبل المواجهات الكبيره على طول. يعني النادي الاهلي في فبراير هيمر بفتره صعبه جدا. طبعا عندك اتنين زمالك وعندك اتنين صن داونز وعندك مباراه في الدوري. خد بالك النادي الاهلي ممكن ان شاء الله في الشهر ده يحسم الامور كلها. طبعا بتبقى محتاجه لمه لعيبه. صح. انتوا طبعا في الجيل بتاعكم يعني كنتوا متالقين، يعني جيل ذهبي طبعا. احنا عندنا برضو كان الكابتن شوبير والكابتن اسامه عرابي والكابتن محمد رمضان واللعيبه الكبار كانوا يلموا اللعيبه الصغيره ويلموا كل الفرقه ونتعاهد ان الفتره دي نعديها. عدينا بقى كده في مباراه مصيريه مع الاسماعيلي 4-3، وعدينا مع نادي الزمالك في سنه 96 بمباراة مصيرية اللي هي 2-0 وخدنا الدوري وكنا جايين من بعيد قوي. عدينا طبعا في البطولة العربية وفي النخبة وفي كل البطولات اللي دخلنا فيها، يعني أنا وياسر وبقية الجيل كله، عادي خشبة ومحمد يوسف وكل اللعيبة الصغيرة أو الكبيرة دي بتبقى اسمها لمة فرقة، يعني محتاجينها دلوقتي. حسام الشهر اللي جاي ده. فتحي شريف إكرامي المجموعة الكبيرة ان شاء الله يا كابتن وليد. شكرا جزيلا يا كابتن وليد، شرفت ونورت. شكرا يا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخليك.